يصدر بعد حسب ما أعلم من أي مجمع من المجامع الفقهية أو جهة شرعية على مستوى العالم الإسلامي بالخصوص فتوى فيها. هي مطروحة في بعض الدول الغربية كما تعلمين، فبعضها أجاز ذلك في تشريعاتها الوضعية وبعضها لم يحسم. فبالنسبة للعالم الإسلامي أو الموقف الشرعي لم يصدر بعد حكم فيها، فتبقى المسألة معلقة. وما معنى معلقة؟ بمعنى أن حتى إذا كانت هناك حالة، وفعلا تارد حالات هكايا للناس يعيشون بالإنعاش وكيسولوا الناس واش نرفعوا عليهم هذيك حالة يعني وسائل الإنعاش ولا هكا، فالمسألة ما فيهاش فتوى لحد الآن، فكتبقى يعني في الغالب أهل الميت هم الذين يتصرفون في المسألة. والموت الرحيم اللي هو بمعنى أن نحقنه بحقنة تميته في وقت من الأوقات، هذه كذلك تبقى على الأصل أنها لا تجوز إلى أن تصدر فيها فتوى.